بسم الله، إن شاء الله نبدأ الكورس بتاعنا. الفصل الوظائفي هو التلوث البيئي وآثاره الصحية عن الإنسان وعن الكائنات الحية الأخرى. في البداية نتعرف نحن على مفهوم البيئة قبل ما نخش نحكي عن التلوث ومشاكل التلوث. بنعرف كلمة بيئة شو المقصود بها، مفهوم البيئة يعني لازم نعرف شو المقصود بالبيئة. طبعا هناك العديد من الدراسات، العديد من الأبحاث حول مفهوم البيئة، يعني وضع أكثر من تعريف لمفهوم البيئة. فنحن نأخذ الأشهر والأبسط، يعني مثلا تعريف البيئة في أبسط صورة أو في أبسط تعريفها، إن البيئة هي الوسط اللي يعيش فيه الكائن الحي ويؤثر فيه ويتأثر بالبيئة، يؤثر فيها ويتأثر بها. هذا أبسط تعريف يعني. كذلك هناك تعريف آخر على أساس إن البيئة تشمل جميع الظروف والعوامل الخارجية التي تعيش فيها الكائنات الحية وتؤثر في العمليات التي تقوم بها وتؤثر في وجودها وبقائها. شو معنى الكلام هذا؟ إن جميع الظروف والعوامل الخارجية للمكان إحنا عايشين فيه، سواء الإنسان أو الكائنات الحية الأخرى، الظروف والعوامل الخارجية اللي يعيش فيها الكائنات الحية الموجودة في الوسط البيئي هذه، سواء كانت عوامل كيميائية، فيزيائية، إلى آخر أي كانت هذه العوامل، تأثر في بقاء الكائنات الحية وتأثر في عملياتها الحيوية اللي تقوم بها. يبقى البيئة تشمل جميع الظروف والعوامل الخارجية التي تعيش فيها الكائنات الحية، وتأثر هذه العوامل وهذه الظروف تأثر في العمليات اللي تقوم بها وتأثر في وجودها وبقائها. وبعدين إن شاء الله يعني في المنهج نفهم الكلام هذا شو معناه، يعني كيف تأثر البيئة في الكائنات الحية في بقائها وفي وجودها. البيئة بالنسبة للإنسان هي الإطار اللي يعيش فيه، والإطار هذا شنو عليش يحتوي؟ يحتوي على الماء، على التربة، على الهواء. كل عنصر يحتوي على عدة مكونات يعني، وما يسود هذا الإطار من مظاهر شتى، سواء كان مثلا زي الطقس، زي الأمطار، زي الشمس، زي الجاذبية، إلى آخر المناخ. وهناك العلاقات المتبادلة ما بين هذه العناصر. يعني إيش معنى الكلام هذا؟ إن الوسط البيئي هذا فيه عوامل حية وعوامل غير حية، وفي علاقات متبادلة فيما بينها. يبقى إحنا عرفنا شن هي البيئة. يبقى البيئة هي الوسط اللي يعيش فيه الكائن الحي، مؤثر فيها وتؤثر فيه. يعني الإنسان كيف يؤثر في البيئة؟ الإنسان استغلاله للموارد البيئية يعني، أو الموارد الطبيعية يعني، سواء خاصة عندما يسيء استخدامها، فبالتالي بيأثر عليها ويكون سبب في مشاكل التلوث. وحنشوف نحن بعدين المخاطر اللي تهدد البيئة، والسبب الرئيسي هو الإنسان. كذلك البيئة لما التأثر بتأثر في الإنسان يعني، بتأثر أو الكائنات الحية بشكل عام. يبقى التعريف الآخر والشائع هو أن البيئة تشمل جميع الظروف والعوامل الخارجية التي تعيش فيها الكائنات الحية وتأثر في العمليات التي تقوم بها وتأثر في وجود هذه الكائنات وبقائها. للبيئة عدة أنواع. نشوف أنواع البيئة شن هي. للبيئة عدة أنواع، يعني نظرا لكون البيئة مجموعة من العناصر متفاعلة ومتكاملة. البيئة تتكون، لما نجي نقول مكونات البيئة، نلقى البيئة تتكون من عوامل حية وعوامل غير حية وفي علاقات بينها يعني. فهناك نفس الشيء حتى تقسيم أنواع البيئة، هناك العديد من الدراسات وهناك العديد من التقسيمات حول أنواع البيئة. فنحن نأخذ يعني التصور الشائع أو التقسيم الشائع لأنواع البيئة. طبعا نحن هنا يقولي أنواع، يقصد بالبيئة يقصد بها كل ما يحيط بالإنسان من ظواهر حية وغير حية، وليس نحكي عن البيئة يعني، ليس الإنسان أي أثر في وجودها. طبعا نحن بنحكي عن أنواع البيئة. النوع الأول هي نحن حنقسموها إلى بيئة طبيعية وبيئة صناعية. البيئة الطبيعية هي كل ما يحيط في الإنسان، نحن قلنا فيه أكثر من تصنيف، فنأخذ التصنيف الشائع هي بيئة طبيعية وبيئة صناعية. البيئة الطبيعية يقصد بها كل ما يحيط في الإنسان من ظواهر حية وغير حية، وليس للإنسان أي أثر في وجودها يعني. الإنسان مالوش دخل. الظواهر الحية زي شنو؟ ظواهر الحية الكائنات الحية، من نبات، من حيوان، من كائنات دقيقة إلى آخره. غير حية هي من ماء، من تربة، من هواء، من مناخ، من شمس إلى آخره. هذه نسميها عوامل غير حية. الإنسان ليس له يد فيها يعني، مش هو اللي خلقها، هو مكونها، ليس الإنسان أي أثر في وجودها. وتتمثل هذه الظواهر أو المعطيات البيئية في البنية والتضاريس والمناخ والتربة زي ما قلنا، والنبات والحيوان. والبيئة الطبيعية تختلف من منطقة لأخرى طبقا أو تبعا لنوعية المعطيات المكونة لها. يبقى البيئة الطبيعية عرفناها إن هي كل ما يحيط بالإنسان من ظواهر حية وغير حية، ليس للإنسان أي أثر في وجودها. يعني الأشياء هذه خلقها الله سبحانه وتعالى، الإنسان ليس له دخل فيها. لما نقول شيء طبيعي معناها هذا من خلق الله. الإنسان ليس له يد فيها، لا يقدر ينقصها ولا يزيدها ولا يعمل فيها أي شيء، وليس له أي أثر في وجودها. وتتمثل الظواهر زي شنو؟ زي قلنا، زي النباتات، زي الحيوانات، زي الكائنات الحية بمختلف أنواعها، زي العوامل الأخرى، من ماء، من تربة، من هواء، من تضاريس.
الى اخره. كان جو التقسيم الثاني اللي هو البيئه الصناعيه، لما نقول شيء صناعي او اصطناعي انا يجي دور الانسان، اذا الانسان عنده يد في هذا الشيء فيطلق عليها صناعيه لان مكوناتها تمثل كل ما اوجده الانسان في محاوله لتطوير مسخرات البيئه الطبيعيه لخدمته وتلبيه حاجاته. من البيئه الصناعيه قلنا هي بيئه اسسها الانسان، اوجدها الانسان، زي شنو؟ زي المصانع، زي المؤسسات، مشاريع الى اخره، يعني هذه من مباني طرقات، هذه كلها اسسها نسميها بيئه صناعيه اسسها الانسان يعني. والانسان كذلك استخدم مسخرات البيئه بشتى انواعها ومختلف انواعها عشان هو يلبي حاجاته ويشبع حاجاته ويلبي رغباته، هذه نسميها البيئه الصناعيه. يبدا تو عرفنا ان عندنا كم نوع من البيئه، البيئه الطبيعيه اللي هي من خلق الله سبحانه وتعالى، ليس الانسان اي اثر في وجودها ضوار، سواء كان ضوار حيه او غير حيه. البيئه الصناعيه او الاصطناعيه لكن الإنسان هو اللي أوجدها، زي مصانع، زي طرقات، زي مباني، أي شيء أوجده الإنسان، تغل أو مستخدم في ذلك مسخرات البيئة بمختلف أنواعها لتلبية رغباته. نجي أنا الهدف من الحفاظ على البيئة، نحن شو معنى كلام هذا؟ لهذا ليش نحن نحافظ على البيئة؟ ليش نحن نحافظ على البيئة؟ والإنسان عشان يبدأ يعيش حياة سليمة ويكون يعيش في مكان آمن، لابد أن تكون البيئة اللي يعيش فيها بيئة نظيفة، يعني بيئة خالية من الملوثات، بيئة خالية من الممرضات بشتى مختلف أنواعها شتى أنواعها يعني. فنحن لابد أن نحافظ على البيئة عشان الإنسان هذا يعيش في أمان، عشان هذا الإنسان يستغل مسخرات البيئة في الحد المعقول أو يستعملها في حدود المعقول عشان يعيش يحقق رفاهيته يعني. فكيف تتم، كيف نحافظ أو ليش نحافظ عليها؟ أول شيء عشان تأمين متطلبات بيئية نظيفة لضمان العيش الآمن للإنسان وتحقيق رفاهيته في الحاضر. نحن نأمنها عشان لما نحافظ عليها من التلوث، من المخاطر اللي تهدد الاستقرار البيئي، فبالتالي أنا أمنت بيئة نظيفة يقدر يعيش فيها الإنسان بأمان ويحقق هو رفاهيته ويشبع حاجاته. الشيء الثاني أو الهدف الثاني ضمان مصالح الحاضر ومسؤولية الجيل الحالي تجاه أجيال المستقبل. والإنسان لما تكون البيئة نظيفة والبيئة آمنة، يعني البيئة نظيفة شو معناها؟ أن الإنسان استخدم مسخرات البيئة في حد المعقول، ما استخدمهاش لدرجة الاستنزاف، ما استخدمهاش لدرجة أدت إلى التلوث، إلى مشاكل بيئية ومشاكل إلى آخره يعني. فبالتالي هو حقق رفاهيته في الوقت الحاضر، وكذلك يعني حق الأجيال القادمة في هذه الموارد البيئية. فعشان الإنسان يعني عشان يحقق، عشان تتحقق او تتنفذ هذه المطالب، لابد ان يعتمد الموقف الانسان طبعا وقيمه واتجاهاته ومسؤوليته تجاه الاجيال القادمه ان لها الحق ايضا في الموارد البيئيه الموجوده. يعني مش نحن مثلا الانسان الحالي في الوقت الحالي يستنزف مسخرات البيئه والموارد البيئيه بشكل مبالغ فيه يعني، فلما تجي الاجيال القادمه تلقى كل شيء انتهى. فعشان احنا نحافظ على البيئه او لابد ايش من نستخدم مسخرات البيئه او الموارد البيئيه في الحد المعقول، ويكون عندنا شعور بالمسؤوليه تجاه الاجيال القادمه في حقها في هذه الموارد. يبدا تو نجو مكونات النظام البيئي. قلنا هناك اكثر من تصور او اكثر من دراسه حول تقسيم مكونات النظام البيئي. نشوف الشائع منها هي قلنا تختلف في الالفاظ، تختلف في اختيار المفردات في الشكل، لكن المحتوى المضمون نلقاه نفس المحتوى ونفس المضمون يعني. تو نشوفوا تو عندنا التقسيم الاول قسمه الى عوامل حيه البيوتيك فاكتور والبيوتيك فاكتور، يعني النظام البيئي في التقسيم هذا ان يتكون من عوامل حيه او عوامل غير حيه. شنو هي العوامل او الكائنات الحيه؟ طبعا العوامل الحيه في تفاعل فيما بينها في اعتماد يعني كائن معتمد على كائن اخر. فنجو النوع الاول هو البرودوسر اللي هو المنتجات، هي كائنات تستطيع تحضير او تصنيع غذائها بنفسها عن طريق عمليه نسميها عمليه البناء الضوئي. العمليه هذه تقوم بها النباتات الخضراء، تقوم بها نوع من الطحالب، تقوم بهذه العمليه تستعمل فيها ثاني اكسيد الكربون، بخار الماء، طاقه شمسيه، ماده الكلوروفيل، في النهايه تحت التفاعلات وتنتج لنا الماده الكربوهيدراتيه اللي هي غذاء عليه نبات واللي هي يستمد منها في الطاقة. يبقى المنتجات هي الكائنات اللي تستطيع تحضير غذائها بنفسها عن طريق عملية البناء الضوئي زي النباتات والطحالب. نجي النوع الثاني اللي هي المستهلكات الكونسيومرز. الكائنات هذه لا تستطيع تحضير غذائها بنفسها، هي كائنات حية لا تستطيع تحضير غذائها بنفسها، ولكن تعتمد على المنتجات عشان هي تحصل على الطاقة اللازمة لها عن طريق تغذيتها على هذه المنتجات. مثلا
قد في الكيكينات حي تتغذى على النباتات، في اللي تتغذى على الحيوانات عشان تحصل على الطاقة من الغذاء، في اللي تتغذى على كائنات ميتة، في اللي تتغذى على مخلفات الكائنات الحية. فمثلا الإنسان يتغذى على النبات ويتغذى على الحيوان، يعني مستهلك، فيحصل على الطاقة من الغذاء يحصل عليها من غذاء من النبات أو الحيوان. في كائنات أخرى تتغذى على الكائنات الميتة، في كائنات تتغذى على مخلفات الكائنات الحية. يبقى المستهلكات هي كائنات لا تستطيع تحضير غذائها بنفسها، إنما تعتمد على غيرها في الحصول على غذائها وتحصل على الطاقة. جي النوع الثالث اللي هي نسميها المحللات أو ديكمبوسرز. هذه الكائنات تقوم ب... هي كائنات حية تقوم بتحليل أو تحليل المركبات العضوية المعقدة، هي طبعا تعيش عن أجسام الكائنات الميتة، وتحلل المركبات العضوية المعقدة اللي هي في أجسام الكائنات الميتة وتحولها إلى أجزاء أو جزيئات بسيطة تستفيد من الطاقة الناتجة من التحلل. يبقى خذينا عرفنا ثلاثة أنواع من العوامل الحية. منتجات هي كائنات تحضر غذائها من نفسها مثل النباتات والطحالب. مستهلكات هي كائنات لا تستطيع تحضير غذائها بنفسها، إنما تتغذى على غيرها من نباتات وحيوانات وتحصل على الطاقة اللازمة لها في التغذية. وفي اللي تغذى نسميها الكائنات المترممة، تتغذى على الكائنات الميتة، وفي كائنات تتغذى على كائنات مخلفات الكائنات الحية. بالنسبة للمحللات، هي كائنات حية يعني تحلل المركبات العضوية المعقدة الموجودة في أجسام الكائنات الميتة وتحولها إلى جزيئات بسيطة تستفيد من الطاقة الناتجة من عملية التحلل. نجي النوع الثاني اللي هي العوامل الغير حية أو البيوتيك فاكتور. البيوتيك فاكتور هي طبعا تشمل العوامل الفيزيائية، العوامل الكيميائية زي شنو، زي درجة الحرارة، الملوحة، درجة الحموضة، التربة، أشعة الشمس، المناخ، يعني كل شيء غير حي موجود في هذه الطبيعة، يعني هذه نسميها عوامل غير حية. وفي تفاعل ما بين العوامل الحية والعوامل الغير حية. يعني العوامل الحية قلنا عليها هي كائنات حية يعني، لكن العوامل الغير حية هي أشياء غير حية، يعني سواء تمثل في عوامل فيزيائية أو عوامل كيميائية زي قلنا من درجة حرارة، من ملوحة، من درجة حموضة، من تربة، من أشعة شمس، من مناخ إلى آخره. يعني هذا بالنسبة للتقسيم الأول أو التصور الأول لمكونات النظام البيئي. من ناحية أخرى هناك تقسيم آخر لمكونات البيئة. لما نشوف أن نطرق لها على نفس المضمون، هنا قسم المكونات النظام البيئي إلى الغلاف الصخري والغلاف المائي والغلاف الجوي والغلاف الحيوي. فنشوف واحد واحد. الغلاف الصخري هو الغلاف الخارجي يحيط الكرة الأرضية ويزود الكائنات الحية فيه بالتربة والمعادن وغيره من العناصر. يبدأ الغلاف الصخري هو الغلاف الخارجي يحيط الكرة الأرضية يعني، ويزودها بالتربة، يزود الكائنات الحية بالتربة والمعادن وغيرها. فالغلاف المائي هو جزء يعني أي جزء بالكرة الأرضية موجود به ماء نسميه الغلاف المائي، سواء كان بحيرات، أنهار، بحار، محيطات، وتتفاعل مع بعضها وتكون دورة المياه القوة بعدين. يبدأ الغلاف المائي هو جزء من الكرة الأرضية الذي يحتوي على المياه ويشمل البحيرات والأنهار وغيرها، والتي تتكامل مع بعضها لإحداث دورة المياه في الطبيعة. النوع الثالث أو الغلاف الثالث هو الغلاف الجوي، هو عبارة عن خمس أو أربع طبقات تحيط بالكرة الأرضية تحمي الكائنات الحية الموجودة على سطح الكرة الأرضية دي من الأشعة الشمسية الضارة. النوع الخامس أو الغلاف الخامس يقصد به جميع الكائنات الحية اللي موجودة في الغلاف الصخري والغلاف المائي والغلاف الجوي. لما نجي نشوف أنا بالنسبة للغلاف الصخري والغلاف المائي والغلاف الجوي، هذه حتمثل لنا شنو؟ حتمثل لنا العوامل الغير حية، حتمثل العوامل غير حية. لكن قلنا احنا عوامل غير حية، احنا قال لي غلاف صخري وغلاف مائي وغلاف جوي. بعدين العوامل الحية، انا قال لي الغلاف الحيوي يقصد به جميع الكائنات الحية التي تتواجد في الغلاف الصخري والغلاف المائي والغلاف الجوي. هنا يقصد به العوامل الحية، يعني هو اختلف الشكل، اختلفت المفردات، لكن نفس المضمون ونفس المحتوى. هذا بالنسبة لمكونات النظام البيئي. نجوا على المخاطر التي تهدد الاستقرار البيئي. احنا ان الله سبحانه وتعالى لما خلق الكون وخلق يعني خلق كل شيء بمقدار ثابت، كل شيء متوازن، لكن المخاطر وعدم الاتزان او الخلل اللي حدث في النظام البيئي ويرجح سبب كلا للانسان. فهناك العديد من المخاطر التي تهدد الاستقرار البيئي وتخل توازن. نشوف من ابرز هذه المخاطر شنو هي. اول شيء هو التلوث. التلوث هو يعني احنا قلنا مكونات النظام البيئي تتكون من عناصر معينة سواء كانت عوامل حية وغير حية موجودة بنسب ثابتة. ف
فإذا حدث أي تغيير أو اختلال في مكونات النظام البيئي سواء كما أو كيفا، فهنا حنسميه تلوث. يعني أي مادة أو أي شيء يؤدي أو أي ملوث يؤدي أو يسبب في حدوث تغير واختلال في مكونات النظام البيئي نسميه تلوث. يبقى هذا أول المخاطر التي تهدد الاستقرار البيئي، هو عامل التلوث. العامل الثاني هو التصحر. التصحر شو معناه؟ إن البيئة تفقد قدرتها البيولوجية على إعطاء غطاء نباتي أو على إنتاج النباتات، فتصبح البيئة خالية من النباتات، بيئة جرداء يعني خالية من النبات الغطائي، نسميها الظاهرة هذه ظاهرة التصحر يعني. فيبقى هي تلك الظاهرة متمثلة بتراجع القدرة البيولوجية للبيئة في منطقة ما، يعني تحولها إلى منطقة جرداء خالية نسبيا من الغطاء النباتي. يبقى هذا العامل الثاني من المخاطر اللي تهدد الاستقرار البيئي. العامل الثالث هو الاحتباس الحراري. السبب فيه هو ان كل السبب سواء في التصحر او في التلوث او الاحتباس الحراري هي كلها يعني انشطه يقوم بها الانسان. فالاحتباس الحراري نتيجه الانشطه اللي غير مسؤوله نعتبرها يقوم بها الانسان ادت الى زياده نسبه الغازات في الغلاف الجوي يعني عن المعدل الطبيعي او الحدود الطبيعيه، فهذا اللي ادى الى بطء فقدان الطاقه الحراريه المنعكسه على سطح اليابسه، وبالتالي سبب خلل في النظام البيئي ككل وادى لارتفاع درجه الحراره مشاكل بيئية أخرى منها الاحتباس الحراري. يبقى المخاطر الرئيسية لتهدد الاستقرار البيئي نحن حندرسه بعدين يعني إن شاء الله. هذه المواضيع قلنا أول شيء هو التلوث، إن أي تغير هنأخذ تعريف آخر بعد شوية للتلوث يعني، لكن هو حدوث تغير واختلاف في مكونات النظام البيئي سواء كامل أو كيفا يعني. قلنا الله سبحانه وتعالى خلق مكونات النظام البيئي هذه كل شيء بمقدار ثابت، فإذا حدث خلل يعني في الكم بتاعها أو في انقراض بعض الانواع من الكائنات الحيه يعني، فهذا نسميه تلوث. العامل الثاني هو التصحر. التصحر قلنا هي ظاهره تفقد فيها البيئه او المنطقه قدرتها البيولوجيه على ان تتراجع من حيث الغطاء النباتي، فبالتالي تصبح منطقه جرداء خاليه نسبيا من الغطاء النباتي. العامل الثالث قلنا الاحتباس الحراري نتيجه الانشطه المختلفه اللي يقوم بها الانسان ادت الى زياده نسبه الغازات وارتفاع درجه الحراره، الامر الذي ادى الى بطء فقدان الطاقه الحراريه منعكس على سطح اليابسه، فسبب اختلال النظام البيئي بشكل عام يعني. جيت هو للتلوث. احنا حكينا عن التلوث وقلنا هو احد المخاطر البيئيه او اللي تهدد الاستقرار البيئي، قلنا هو تغير يحدث في مكونات البيئه سواء كما او كيفا. فبين جد نعرف التلوث او البوليوشن يعني بشكل اخر، هو تغير غير مرغوب فيه، تغير غير مرغوب فيه في الخواص الطبيعيه في الكيميائيه في البيولوجيه للبيئه، بحيث انه هو لابد ان يسبب الضرر للانسان والكائنات الحيه والمنشآت الصناعيه. يبقى التلوث عشان نطلق على المشكله هذه انها تلوث، نلاحظ ان في تغير في الخواص الطبيعيه والكيميائية والبيولوجية للبيئة، بيئة محيطة بنا الموجود فيها الإنسان والكائنات الحية الأخرى، لاحظنا أن الخواص الطبيعية فيها اختلال في زيادة في نقصان أيضا في العوامل الكيميائية البيولوجية، بحيث أنها هي تسبب الضرر، التغير هذا يسبب الضرر للإنسان والكائنات الحية الأخرى والمنشآت الصناعية، نسمي المشكلة هذه التلوث أو البوليوشن. التلوث هذا في شيء سببه، يعني في شيء سبب التلوث هذا يعني نسميه الملوث أو الملوثات. فالملوثات هي عبارة عن شنو؟ هي عبارة عن مواد، هي عبارة عن مواد تخل بالنظم البيئية وتعرض حياة الإنسان للخطر أو تهدد مصادره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. يبقى الملوثات عبارة عن شنو؟ عبارة عن مواد تخل بالنظم البيئية، تسبب مشكلة في النظام البيئي في مكونات النظام البيئي، يعني قد تضيء يعني تسبب قد تزيد من نسبة مواد يعني معينة في النظام البيئي عن المعدل الطبيعي، قد إضافة مواد أخرى ليست من مكونات النظام البيئي هذا، بحيث انها تعرض حياه الانسان للخطر وتهدد مصادره اللي هو معتمد عليها سواء بطريقه مباشره قد يكون او بطريقه غير مباشره. فبالتالي هنا تكون مصادر الملوثات عديده ومتنوعه، قد تكون بطريقه غير مباشره يعني التلوث بالنسبه للانسان ياخذ عن طريق الغذاء، يعني الغذاء هو اللي ملوث، الانسان تغذى عن الغذاء، فهنا حدث ايش؟ حصل تلوث الانسان او الضرر بطريقه غير مباشرة، قد يكون بشكل مباشر عن طريق الهواء، يعني الإنسان مثلا غاز سام أو أي مشكلة موجودة فيه أو ملوث موجود في الهواء، فهي يقع عن طريق الجهاز التنفسي بشكل مباشر أو عن طريق الماء والمنتجات الزراعية أخرى، يعني طرق متعددة. يبقى الملوث أو الملوثات هي يعني عبارة عن مواد تخل بالنظم البيئية، يعني تسبب مشكلة في مكونات النظام البيئي بحيث تعرض حياة الإنسان والكائنات الحية الأخرى يعني معه للخطر، سواء كان بطريقة مباشرة أو غير
مباشرة. سوا إن شاء الله نطرقوا لأنواع الملوثات. قل الملوثات هي مواد تقلد النظم البيئية وتعرض حياة الإنسان للخطر وتهدد مصادره بطريقة مباشرة وغير مباشرة. شن هي الملوثات هذه أو أنواعها؟ هناك يعني أكثر من تقسيم أيضا للملوثات. التقسيم الأول هو طبقا للمنشأ، هل منشأها يعني قسمناها طبيعية وغير طبيعية، هل منشأها أصلا طبيعي، ملوثات منشأها غير طبيعي. يبقى عندنا ملوثات قد تكون طبيعية اللي هي أصلا من مكونات البيئة، ناتجة من مكونات البيئة زي الأتربة، زي غازات البراكين، حبوب اللقاح، قلدات الكائنات الحية، هذه هي عبارة عن ملوثات، لكن هي إيش منشأها أو مصدرها طبيعي، يعني شيء طبيعي. الملوثات الغير طبيعية هنا هي اللي تنتج من نشاط الإنسان، مثل المخلفات الصناعية، احتراق الوقود، عوادم السيارات، استخدام المبيدات، الإشعاعات النووية، هذه كل يعني أوجدها الإنسان، ملوثات أوجدها الإنسان، نسميها ملوثات غير طبيعية. يبقى التقسيم الأول هو حسب أو طبقا للمنشأ اللي يتكون اللي جاء منها هذا الملوث. قد يكون ملوثات طبيعية مصدرها البيئة أو مكونات البيئة نفسها، من أتربة، من غازات براكين، من حبوب لقاح إلى آخره. ملوثات غير طبيعية هي أنتجها الإنسان أو نتجت نتيجة نشاط الإنسان، من مخلفات صناعية، من احتراق وقود، عوادم سيارات، إشعاعات نووية، استخدام المبيدات وغيرها من الملوثات الغير طبيعية. نجد التقسيم الثاني اللي هو طبقا للتحلل. طبقا للتحلل هناك ملوثات قابلة للتحلل وملوثات غير قابلة للتحلل. فالملوثات القابلة للتحلل يعني هي اللي يمكن العوامل الطبيعية والمناخية والبيئية والبيولوجية أن تفككها وتغير حالتها من حالة معقدة إلى حالة أبسط. يعني يبقى الملوثات حسب قابليتها للتحلل، في ملوثات قابلة للتحلل وملوثات غير قابلة للتحلل. فالملوثات القابلة للتحلل يمكن العوامل الطبيعية والمناخية والبيولوجية والبيئية تحولها وتفككها إلى حالة أبسط مثل المخلفات الأدمية. النوع الثاني مخلفات أو ملوثات عفوا غير قابلة للتحلل. هذه الملوثات لا يمكن تفكيكها أو أن تفكيكها يستغرق وقت طويل، يعني فترة طويلة، زي البلاستيك وزي الرصاص. هذه ملوثات غير قابلة للتحلل أو تحليلها بطيء يستغرق وقت طويل حسب القابلية للتحلل. حسب التركيب الكيماوي عندنا مواد عضوية غنية بالكلور مثل المبيدات، ومواد غير عضوية مثل الزنك والزئبق. نوع التقسيم الآخر حسب طبيعة التأثر. قد تكون ملوثات بيولوجية هي تسبب لنا طبعا الأمراض، يعني وغيرها نسميها ممرضات نحن بعض منها زي البكتيريا والفيروسات. قد تكون ملوثات كيماوية، قد تكون غازات المصانع، قد تكون عوادم السيارات، جسيمات الأسمنت، مبيدات، مذيبات وغيرها. التقسيم الثالث حسب حالتها. تقسيم حسب حالتها قد تكون ملوثات، طبعا حالات المادة معروفة صلبة وسائلة وغازية، يعني قد تكون ملوثات صلبة مثل المبيدات، مثل أتربة الأسمنت، قد تكون سائلة مثل مياه المجاري، يعني مياه الصرف الصحي، أصباغ، نفط إلى آخره. هذه الملوثات في صورة سائلة وفي حالة سائلة. قد تكون ملوثات غازية، هي الغازات التي تتصاعد من داخل المصانع، من عوادم السيارات مثل غاز ثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد الكربون، يعني أكسيد الكربون بشكل عام والكبريت وكبريتيد الهيدروجين. طبعا هذه الغازات يعني تعتبر يعني لما خاصة غاز ثاني أكسيد غاز كبريتيد الهيدروجين أو أكسيد الكربون، يعني غازات خطرة. كبريتيد الهيدروجين وجودة يعني يؤدي إلى حدوث الأمطار الحمضية وتسبب من مشاكل بيئية يعني مختلفة. بعدين عندنا تصور آخر أو تقسيم آخر حسب كيفية وصولها. حسب كيفية وصولها قد تكون ملوثات مباشرة، قد تكون وصول مباشر مثل الأشعاعات النووية وعوادم السيارات، رذاذ متطاير، يعني إن الكائن الحي أو الإنسان يتعرض لها بشكل مباشر، يعني كيف وصلت لها، كيف هو تعرض لها بشكل مباشر. عادم سيارة جي إنسان سيارة تطلع في عوادم سيارات وعادم يطلع منها مخلفات فيتعرض لها بشكل مباشر، يعني إشعاع نووي تعرض لها بشكل مباشر. قد تكون غير مباشرة إذا تناول الغذاء، شرب ماء ملوث، فهل الغذاء هو الملوث؟ فالإنسان عندما تغذى على الغذاء انتقلت المادة الملوثة أو من الماء أو الغذاء إلى جسم الإنسان. حسب سميتها عندنا ملوثات مثلا زي المعادن، زي المركبات العضوية، الغازات، الأحماض، القلويات، دي كل يعني تعتبر مواد، منها مواد ثمانية تختلف درجة سميتها.